متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه المشاكل التنظيمية اللي تعرفها المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط. هذه المنظمة عقدت المجلس الوطني ديالها يوم السبت 26 دجنبر 2021 بعد الحديث في مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي حول تجميد النشاط ديال هذه المنظمة هذه. من أجل مناقشة الحيثية تاع القضية هذه نستضيف السيد مصطفى شعون الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط. سي مصطفى مرحبا بك. شكرا سي احمد غوستا وشكرا للمتتبعين الكرام، شكرا جريده انفاس اللي تبعت معنا التطورات التنظيميه كيف ما جا في اشواق عندكم في هذه المنظمه هذه. الحديث على تجميد ديال النشاط ديالكم، اتهامات من الضغط. صحيح، وهو داخل المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك متعدد الوسائط ليس هناك مشكل تنظيمي. المشكل التنظيمي اعتقد هو كاين اليوم داخل المنظمه الديمقراطيه للشغل، هي مركزية رقابية تضم مجموعة ديال القطاعات اللي هي حيوية ونشيطة، ومن ضمنها المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعدد الوسائط كعضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل في إطار الاستقلالية ديال القانون الأساسي ديالها واستقلالية الأجهزة ديالها واستقلالية المالية ديالها واستقلالية كذلك التدبير ديالها بناء على خلاصات المؤتمر الوطني التأسيسي ببوزنيخا يوم 9 مارس 2019 اللي أعطانا مجلس وطني وأعطانا أجهزة وانتخب أجهزة ديمقراطية بشكل ديمقراطي. إذن الإشكال هو اليوم داخل المنظمة الديمقراطية للشغل، والإشكال في الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل. أنا أقول للمنتهي ولايته والفاقد الشرعية، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن لم يعقد مؤتمره منذ 2012 ولم يقدم أي تقارير. كيفاش هو فقط الشرعيه وباقي خدام يعني يمارس المهام ديالو ويصدر بلاغات ايوا كيصدر رسائل يصدر رسائل وبلاغات، لاننا بالنسبه لنا فقط الشرعيه لانه يحترم لب القانون الاساسي اللي كيعطيه جوج ولايات وكيقول كل اربع سنوات لابد من عقد مؤتمر، ولكن مع الاسف ليس هناك قانون للنقابات في المغرب هو اللي كيخلي ان السلطات كتبقى دائما في منأى وفي حياد على 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 هذه الامور هذه، كتخلي الاجهزه هي من تقرر وهي من تدفع بالقيادات لعقد مؤتمرات. علاش نجم المجلس الوطني ديالكم ما درتوش بيان ختامي وختمتوا رسمت وخليتوه مفتوح؟ انا غادي نجيك قبل المجلس الوطني. اذا على ضوء ما اصدره السيد الكاتب العام المنظمة الديمقراطية الشغل وروجه في وسائل التواصل، نحن إلى يومنا هذا لم نتوصل لا كمكتب مركزي ولا ككاتب مركزي مسؤول الأول والأخير لتدبير هذه المنظمة، لم نتوصل بأي قرار وبأي رسالة من المنظمة الديمقراطية الشغل إلى يومنا هذا. إذن ما روج في وسائل التواصل وما راسل به الكاتب العام المنظمة الديمقراطية الشغل السلطات الترابية والمحلية وكذلك بعض الوزارات هي رسائل تبقى مجرد رسائل بالنسبه لنا احنا، لا قوه قانونيه لها ما دام اننا متشبتون. اذا انت ما توصلتش حاجه رسميه؟ لا، من نتوصل الى اي حاجه رسميه، وحنا في لقاءات مباشره وفي خرجات من اجل تنوير الراي العام ومن اجل الاجوبه على مجموعه التساؤلات ديال المهنيين وديال المنتسبين ديال المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك، خاطبنا السيد الكاتب العام انه يرسلنا ونحن ننتظر ان اي عون قضائي او اي جهه انها توصلوا باي قرار انذاك سنتوجه مباشره الى شق من القضاء. احنا توجهنا للقضاء ونجيك في الكلام الى شق اخر من القضاء، لان اليوم الكاتب العام ليس له الحق حسب القانون الاساسي للمنظمه الديمقراطيه للشغل انه يصدر قرارات. اذا اي قرار تنظيمي هو المكتب التنفيذي يجتمع باغلبيه اعضائه بمحضر رسمي ويقدم تقرير للجنه الحكامه حسب القانون الاساسي، ولجنه الحكامه تعرض الاشكاليه او المشكل او اي خرق من الخروقات على المجلس الوطني للمنظمه الديمقراطيه للشغل اللي ما تمكنش السيد الكاتب العام انه ينظمه ولن ينظمه مستقبلا، لان دائما يتهرب من التقارير ويتهرب من الجموع العامه ويكتفي باصدار قرارات انفراديه شخصيه. انذاك المجلس الوطني هو من يقرر وهو من يجمد هو من يطرد، رغم ان كل هذه المفردات هي غير متواجده في القانون الاساسي وليس هناك قانون داخلي تنظيمي ينظم عمل المنظمه الديمقراطيه. انتم تابعين للمنظمه الديمقراطيه للشغل؟ عضو في المنظمه الديمقراطيه، لسنا بتابعين للمنظمه الديمقراطيه للشغل، نحن عضو في المنظمه. واش عند الحق الكاتب العام يجمد؟ ليس له الحق. ليس انا كذلك ليس عندوش الحق، هو كاتب العام تاع المنظمه. كاتب عام كاين هناك قوانين تنظم هذه القوانين كيف ما قلت، هو ينسق بين القطاعات، يعني القانون الاساسي هو هو التعاقد اللي كاين بين المناضلات والمناضلين وبين القياده ديال اي تنظيم. اذا ليس هو الحق، هو يرفع تقارير للجنه الحكامه ولجنه الحكامه تعرضها على المجلس الوطني ديال كل القطاعات اللي ضروري انه ينعقد كل 3 اشهر حسب القانون، هو لم ينعقد لسنوات
من اجل البت في كل قرارات تنظيميه، وانا ذاك غتكون عندها القوه القانونيه كل قرار تنظيمي بناء على المستندات وبناء على الملفات وبناء على تقارير اللي غتكون يعني مركبه ومعروضه على انظار المجلس الوطني بصفته الجهاز الذي يراقب عمل المكتب التنفيذي. بالتهامات مجالك سي مصطفى شعون، ربما من الاسباب اللي ادت الى تجميد هذه العضويه تاع المنظمه اللي العضويه لم تجمد، لان المستند ما صدر من وثائق يعني مردود على من كتبها. واخا بين اتهامات ديالكم انكم يعني انسان عاطل ما تتمارش العمل النقابي، ايضا تتقوم بالتزوير تاع البطائق تاع النقابه. اعتقد السي بستعاننا يعني قبل بدايه هذا البرنامج اطلعت على العمل ديالي الحمد لله. انا يعني مندوب الاجراء باش توضح، انا مندوب الاجراء ويعني اجير في شركه ديال النقل، وكذلك مستغل لسياره اجراء، وكذلك مستغل لشاحنه نقل البضائع، وهادشي كلشي يعني موثق وبالوثائق ديالو وبالحجوج ديالو. كذلك هناك تصريح ديال الضمان الاجتماعي اللي هو اكبر حجه بانني لست عاطلا عن العمل. هادو كتبان لي بعض الاشياء اللي هي من اجل دغدغه المشاعر ومن اجل خلق نوع من البلبلة في صفوف المهنيين، ويعني واعطاء خطاب بان مصطفى شعون هو عاطل العمل ويسترزق من النقابه. يعني هذا هو الميساج اللي خصو يتعطى. احنا داخل المنظمه الديمقراطيه النقل واللوجستيك اعتقد اننا المنظمه الوحيده داخل المنظمه الديمقراطيه للشغل التي تحترم نفسها. لماذا؟ نعقد مؤتمراتنا في وقتها، نقدم تقاريرنا الماليه، تقاريرنا الادبيه، وكل الاجتماعات ديال المكتب المركزي يعني تنعقد في وقتها، واكثر من هذا انها مصوره بالفيديو من اجل الرجوع اليها. وعندنا كل التقارير، كل المعاملات الماليه ديالنا، ولا استقلاليه الماليه يعني الماليه ديال كل المعاملات هي كتدوز في الحساب البنكي. يعني الحساب البنكي ما يمكنش اليوم غادي نجيو ونديروا فيه تزوير او اشياء من هذا القبيل. بالنسبه للبطائق، حنا اللي كيتهمنا بالتزوير حنا متجه للقضاء، لان تروجوا واحد مشينا للقضاء. لا ضروري نمشيو للقضاء، لان هذا الاعتبار الشخصي بغض النظر على المسؤوليه اللي كاينه في داخل المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستيك. هذه مساله شخصيه، لان المسار النضالي ديالي والمهني ديالي والشخصيه ديالي والكرامه ديالي ناتشي وصل للعائله ديالي وصل الاقرباء ديالي وصل لكل المهني على الصعيد الوطني. لابد من توضيح الامور كلها. حنا اتجهنا للقضاء لان وثيقه اصدرها وموقعها السيد الكاتب العام لما توصل بها نحن هي موجهه الى عبد ربه، تروج في وسائل التواصل السريع في وصافي التواصل الاجتماعي. باش عرفتي بان ديك الرساله هي صحيحه ماشي حتى عرفتي مواقع التواصل الاجتماعي تتواصل. حنا نخليو القضاء هو من سيبث في كل هذه الامور، لان ليست لي الصلاحيه ان نقولها صحيحه ولا صحيحه. انا بالنسبه لي اتجهت الى القضاء يوم امس رسميا. ما حاولتيش تتصل به مباشره؟ لا علاش غنتصل؟ لماذا ساتصل به؟ حنا راسلناه عبر البريد الالكتروني كان مكتب مركزي، لان الاشكال الحقيقي هو انه يريد ان يؤسس قطعه نقل خارجه الضوابط التنظيميه للمنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستيك. راسلناه وقلنا له خصك ترجع على انك كاتب عام النقابه مرحبا ونكون لك كل احترام وتقدير، ولكن باش تطاول على القطاعات اللي هي منظمه وطنيا في اطار قانونها الاساسي لن نسمح له بذلك، لاننا كلنا داخل المنظمه الديمقراطيه للشغل نكمل بعضنا والكل يشتغل في اطار يعني وحدوي في اطار التكامل ديال المهام. اليوم هذه الوسائط اللي تخفف التوتر هذا اللي حاصل الان. هو ما كاينش توتر السي احمد اكثر من كاين انه كاين تطاول على يعني على نقابه منظمه بشكل قوي، واليوم عندها امتداد وطني في كل قطعه النقل. اربعه قطعات النقل هي منظمه داخل المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستيك متعدده الوسائط، 235 مكتب نقابي حاصل على الوصولات ديالو، التقارير الماليه هي مضبوطه، التقارير الادبيه مضبوطه، يعني لغتنا التواصليه واضحه، التواجد ديالنا واضح، الملفات كلها معده. يعني نحاور الحكومة ونحاور وزارة النقل، والحمد لله نحن ماضونا في طريقنا. جوابا على تكلمتي معي على المجلس الوطني، هو هذا المجلس الوطني علاش ما كملش؟ انا غنجاوبك، اذا كان لابد من توضيح بعض الامور غادي نجيو للمجلس الوطني. يعني على ضوء هاد الامور التنظيمية التي راجت في وسائل التواصل الاجتماعي وتداولها المهنيون وخلقت واحد البلبلة داخل التنظيم، اولا اللي انا كنشرف عليه واتشرف بقيادته رفقة مجموعة الاخوات والاخوة، اننا اصدرنا بيان توضيحي فور توصلنا ببعض الرسائل، لان هذه الرسائل كلها فيها تناقض. انت طلعت عليها، وحده فيها التجميد، وحده فيها الطرد، وحده فيها حل، وحده فيها اذا كاين وحده فيها موازيه، وحده فيها تابعه، كاين واحد يعني واحد التناقض في كل الرسائل الصادره. ان اقول اتحمل مسؤوليه ما اقول هي صادره بقرار انفرادي على الكاتب العام، لانه اليوم يصول ما كاينش مع الكاتب العام غير يصول انا اتحمل كلامي يصول ويجول لوحده داخل المنظمه الديمقراطيه للشغل، وانا ابن الدار واعرف ما اقول واتحمل كلامي مسؤوليتي. اذا
كان لابد من عقد دورة المجلس الوطني. بالفعل أننا خدينا ترخيص أننا نعقد دورة المجلس الوطني في إقليم مدينة في قاعة من القاعات الكبرى، ولكن الليلة ديال المجلس الوطني تسربت بعض الصور، لأن كان العدد سيفوق 450 تقريبا ديال الحضور. أنا ذاك السلطة تدخلت لأن الوضعية الوبائية كما كتعرفوا اليوم، وما كيناش هناك ضمانات ان يعني ان يكون العدد مقلص، والحجه ان السلطات قالت لنا بالحرف، قلنا لهم راه غنحترموا كل الشروط والتدابير الوقائيه، قالت لنا بالحرف هذه قاعه الافراح، علاش درتوا 450 كرسي في الليله ديال اللقاء؟ اذا كان لابد اننا نحولوا دوره المجلس الوطني الى المقر المركزي بالدار البيضاء، وجرت في ظروف يعني استثنائيه، وفي ظروف يعني ظروف ما فيهاش الشروط ديال يعني ديال النقاش. ناقش المجتمعون يعني الحاضرون وعضوات وأعضاء المجلس الوطني نقطتين أساسيتين: التطور التنظيمية والحلول الممكنة. كانت جوج نقط درجات في جدول الأعمال، على أساس أننا نسحبوا العضوية ديالنا، لأن احنا منظمة قائمة بذاتها، نسحبوا العضوية ديالنا من المنظمة الديمقراطية ونشتغلوا في إطار يعني مستقل بعيدا عن كل القطاعات، أو بعيدا على هذه البيروقراطية اللي مازال مع الأسف تؤتت بعض النقابات مع الأسف، وتفرملوا كل النضالات ديال الطبقة العاملة وديال الطبقة الشغيلة وديال المهنيين كذلك، اللي كينتظروا يعني من الحكومه الحاليه، وكينتظروا كذلك من النقابات ديالهم ان ترافع على الملفات ديالهم. اذا المجلس الوطني ما زال مفتوحا الى يوم اذا هذا. اغلبيه ديال الاعضاء من حضروا اللي عندهم الصفه صوتوا بسحب العضويه، ولكن ما زال هناك نقاش مع بعض الاقاليم وبعض يعني وبعض القطاعات، الى حين اننا نسكنوا البيان الختامي ديالنا. ودوره المجلس الوطني ما زالت مفتوحه، وعلنا عليها يعني في يوم السبت بمدينه الدار البيضاء ان الدوره ما زالت مفتوحه. انت ككاتب عام فين تتميل؟ اش من توجه اللي غتميلي؟ واش سحب العضويه واش استمرار؟ انا قراري ليس بقرار فردي. لا، انت فين تتميل؟ انا قراري ليس بقرار فردي. انا قرار جماعي. انا مسؤول على مجموعه ديال المكاتب، وهاد الناس داروا فيا الثقه شخصيا في مؤتمرين، يعني داروا فيا الثقه وعطوني الصلاحيه. واليوم انا ما يمكنش اليوم ناخذ قرار فردي. لا، ماشي قرار، ماشي انت تاخذ قرار غير انا اميل للقواعد، داك القرار اللي غتاخذوا القواعد انا ساتبعه. كل القواعد يعني الاغلبيه ديال المكاتب اللي كانت حاضره يعني صوتت بسحب العضويه. انا لم استقيل ولم اقدم اي استقاله ولم اتوصل باي قرار الى يوم هذا، امارس مهامي يعني اللي عطاها لي المؤتمر. انا عندي وصل إذاع، كاين مكتب مركزي، كاين اجهزه تشتغل في ظروف عاديه جدا، وهذا من اجل تنوير الراي العام الوطني والمهني وكل قواعد وكل الاجهزه التقريريه للمنظمه الديمقراطيه للنقل والوزن. حنا كيف ما قلت التجأ انا للقضاء، التجأ انا شخصيا للقضاء في مواجهه كل الناس اللي شهروا بالاسم ديالي، لا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا كذلك في وسائل التواصل السريع، ولا كل من اصدر اي وثيقه تسيء لهذا العمل، لان هذا حقي ومشروع وكيضمنوا لي الدستور، كيضمنوا لي كل القوانين الجاريه بها العمل، لان ما يمكنش نبداو نشهروا ونبداو نعطيو تهم ونبداو نروجوها باطلا في شخصي اي كان، لا سيما اذا كان عبد ربيه يعني شخصيه معروفه، اثر اكبر منظمه ديال النقل واللوجيستيك في الاتحاد الافريقي، وكذلك عضو يعني السياسات ديال البنك الدولي للنقل، وكذلك افتخر بانني من المؤسسين للمنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك، واشتغل رفقه يعني مناضلات والمناضلين من اجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه وهيكله ديالو والمؤسسه ديال كل الحوارات داخل يعني مع الحكومه الحاليه. شي سعون، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله. شكرا على التتبع ديالكم والمتابعه ديالكم والمواكبه ديالكم، لان هذه ولات قضيه راي عام، قضيه ماشي قضيه مهنيه، ولكن ولات قضيه راي عام، وحنا نبقاو في تواصل مع الجسم الصحفي في كل جديد وفي كل يعني مستجدات في هذا الموضوع هذا. شكرا جزيلا.